مساءكم سعادة. اليوم عرضنا مغري جدا في منطقة حيوية من أرقى مناطق طرابزون، منطقة يالنجك. المنطقة اللي أنا متواجد فيها منطقة يالنجك منطقة وسطية بين المولات وبين ميدان طرابزون ومطار طرابزون. يعني المنطقة هذه منطقة مخدوم بكل الخدمات. المجمع اللي أنا موجود فيه موجود ثلاث أبراج سكنية بالإضافة إلى الوحدات الجميلة جدا والإطلالات الرائعة. الخدمات اللي موجودة فيها شلال بالإضافة إلى ملعب كرة سلة، مواقف مغلقة ومواقف مفتوحة بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وبوابة إلكترونية 24 ساعة. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر عن الدوبلكس الموجود في عرضنا اليوم، تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدوبلكس. الشقة هذه الشقة نظام دوبلكس، مساحتها 190 متر مربع. عندنا المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب صغير حلاوة، يكون دولاب خاص بالأحذية والعبائات. بجوارها عندنا دورة المياه الأولى وانتم بكرامة. الدورة هذه نظام عربي، الكرسي تبعها وانتم بكرامة. مقابلها على طول عندنا المطبخ، والدرج المؤدي إلى الدور الثاني، الغرف يكون في الدور الثاني. حاليا أنا في منطقة الصالة. الصالة هذه مساحتها أقدر أقول 5×6، فيها نظام التدفئة المركزية، وعندنا تحت الدرج هنا مكان صغير كذا نقدر نستخدمه كمخزن، يعني مستفيدين من المساحات، يقدر الواحد يستفيد منها، يقدر يحط دولاب أو مخزن. المنطقة هذه منطقة السفرة، نقدر نحط فيها طاولة السفرة ونستمتع بإطلالة البحر من هنا. بالإضافة إلى المطبخ مفتوح على جهة منطقة السفرة، مطبخ متكامل راكب فيها الدواليب، والدواليب نوعية جيدة وفاخرة بالنظام الهيدروليك. مساحة المطبخ جيدة، والشيء المميز أنه في مخرج البلكونة من جهة الصالة ومن جهة السفرة، إطلالتها على البحر. قلت لكم أيضا أنه موجودة التدفئة المركزية، موجودة في كل ركن من أركان الشقة. دحين شرحت لكم الدور هذا موجود فيه صالة ومطبخ ودورة مياه والمخزن اللي موجود فيه هنا، بالإضافة إلى البلكونة التابعة للدور هذا. نطلع نشوف تفاصيل الدور الثاني، تفضلوا معنا. وصلنا للدور الثاني. الدور الثاني موجود فيه ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى دورة المياه. أول ما نجي يسارنا نشوف دورة المياه الأولى وأنتم بكرامة. الدورة هذه تخدم الدور ككل. بجوارها عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرفة هذه جيدة لأننا نقدر نحط فيها غرفة خاصة بالأولاد، كفي فيها سريرين ودولاب. بجوارها عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية لها مخرج البلكونة، فالبلكونة هذه مشتركة بين الغرفتين، يعني نقدر نخرج منها من هنا ونقدر نخرج من جهة غرفة النوم الرئيسية. الغرفة هذه نقدر نستخدمها كغرفة الماستر، مساحتها جيدة، مساحة كبيرة، نقدر نحط فيها الدولاب وسرير، يعني تفاصيل غرفة النوم كاملة. نخرج مع بعض على البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الغرفتين زي ما قلت لكم. مساحة البلكونة جيدة، تقريبا 2×3 متر، وإطلالتها الرائعة على البحر، بس إطلالة بين البنايات، يعني برضو شيء كويس إنه فيها إطلالة بحر. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.